أنا إنسان من طفولتي كان عمري شي 14 سنة حبيت الموسيقى كثير، فأخذت شي محل وفتحت ورشة وصرت أشتغل بإيدي، يعني في الشغلات اليدوية مو حتى كهربائية. فشوي شوي يعني انشهرت بخلال كان 3 أو 4 شهور ما في يعني انشهرت، فصار عندي جماهير واسعة يعني من الناس اللي بيحبوا علاقتهم مع الموسيقى. ما كنت أجيب صناعين وأصنع وأعطي للمحلات أو أعطي للناس، لا، كله شغلي إيدي، لأن محبتي للآلة ما كنت غير ثقة أنا عاملة بإيدي. وحديث اليوم هيك، يعني جيت لهون أقدم شيء اللي عندي وأخدم الناس بطريقة الأكثر قربا منهم. يعني أنا اليوم عم بشتغل بمجال الفن، عم بسعى على الموسيقية، لازم أخدم الفن أكثر ما أخدم أي شغلة تانية. هذا كتير مهم لشان تقدر تتأثر يعني أو تعمل تأثيرات على العالم، إنه الفن شو هو، الفن شو بيخدم للإنسان وشو بيخدم للناس. كتير شغلة مهمة نعرف فرق بين الصانع للآلات الموسيقية وبين الناس المبدع اللي بيحبها وجاي يصنع وبده يطور بالآلة أو يطور بالفن. ففي فرق كتير واسع.